السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد النهاردة عن مواعيد مباراة نادي الزمالك في الدوري موسم 2022. بس قبل ما نبدأ الفيديو أتمنى تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم إشعار بكل فيديو بينزل. مباريات نادية بمعنى الكلمة تنتظر نادي الزمالك في الدور الأول في الثمان مباريات من الدور الأول اللي أعلنت عنهم رابطة الأندية. وتعالوا نشوفهم كده مع بعضينا كده الثمان مباريات اللي اعلنتهم رابطة الأندية المصرية. تعالوا نتعرف على المباريات ومواعيدها ونقول كلمتين سريعا كده على كل مباراة منهم. نبدأ بالجولة الأولى بين الزمالك وإنبي، واللي آخر مباراة لعبها الزمالك مع إنبي كانت يوم 14/5/2021، واللي انتهت بثلاث أهداف مقابل هدف لنادي الزمالك. وهنيجي للجولة الثانية واللي كانت من أسباب تتويج نادي الزمالك بالدوري نادي طلاع الجيش، واللي هزم الأهلي في السوبر واتعادل معه في الدوري. والمباراة اللي هتكون يوم 31/10 الساعة 5:30 مساء. الجولة الثالثة قمة الدوري المصري بين الزمالك بطل الدوري والأهلي وصيف الدوري والكاس السوبر، واللي هتكون يوم 11/5 الساعة 8 مساء. والجولة الرابعة واللي هتكون بين درويش مصر ونادي الزمالك، واللي كانوا برضو من اسباب فوز الزمالك بالدوري بهدف الروج فخر الدين بن يوسف في شباك الشناوي وتفويت شلونجو لنادي الزمالك. والمباراة اللي هتلعب يوم 19/11 الساعة 5:30 مساء. الجولة الخامسة بين نادي الزمالك والبنك الاهلي، واللي كان من اسباب برضو فوز الزمالك بالدوري بهدف ابننا كريم بامبو في شباك النادي الاهلي في الدقيقة 85 و22 ثانية. والمباراة اللي هتلعب يوم 22/11 في الثامنة مساء، عالية جدا في الدوري وممكن ينافس على المربع الذهبي. والمباراة اللي هتلعب يوم 25/11 الساعة 5:30 مساء. الجولة السابعة لنادي الزمالك والمجاورون العرب، واللي كان منافس قوي الموسم اللي فات لنادي الزمالك، واللي كان بيعمل اجهاد للعيبة بدنيا وفنيا، واللي كانت اللعيبة بتيجي المباراة اللي بعدها بتكون مجهدة يا تتعادل يا اما اصلا بتفوز بمعجزة، لانه اللعيبة الماتش بيبقى بين الزمالك والمجاولون بيبقى متعب للمباراة الجاية، بيبقى فيه اجهاد للعيبة جدا. عندهم لعيبة سريعة جدا زي انستروزا اللي هو الباك شمال، حسن الشامي، فاللعيبة بتاعتهم دي سريعة جدا فكانت تعمل اجهاد للعيبة. والمباراة اللي كانت بعدها كانت اللعيبة بتلاقيها بدنيا واجعة خالص. والمباراة اللي هتلعب يوم 21/12 في الثامنة مساء. الجولة الثامنة والأخيرة بين نادي الزمالك وغزل المحلة، واللي كانت من أقوى المباريات إنك تقابل غزل المحلة في الموسم اللي فات مع الكابتن خالد عيد، اللي قدر إنه ينتصر على نادي الزمالك 2-1، وينتصر على الأهلي 1-0، ويتعادل مع بيراميدز، واللي كان قادر يعني انه يدوس على الفرق الكبيره الجماهيريه او الفرق اللي الاعلى الفرق في الدوري المصري كان دايس عليها الموسم اللي فات في الجوله الاولى خالد عيد ورفقائه لعيبه غزل المحل. وكده يكون الفيديو خلص، اتمنى يكون عجبكم. اهم حاجه تعملوا لنا لايك وتشتركوا في القناه عشان نوصل لكم كل جديد، ومش فاضل غير 30 مشترك على اني اوصل 500 مشترك. يا ريت تدعمونا وتوصلونا 500 مشترك النهارده.